صغيره تقريبا، لكن قطعت فتره الدراسه كامل. سنه ثالثه جامعه بدات باعمال تطوعيه تابعه لمحافظه الخليل للمجلس. مع ذلك انه بلشت ارسم جداريات بالشارع، ارسم جداريات بالمدارس، طورت الموهبه شوي شوي، حاولت اتعلم على اليوتيوب، موهبه ذاتيه يعني، مش دوره ولا شيء، بلشت اتعلم على اليوتيوب. تلقائيا منها بدات احس حالي اني فعلا متمكنه بالرسم. بعدها حاولت اني اعمل مرسم، كانت الفكره في بالي لمده سنه ونص. بعد سنه ونص تشجعت، طبعا دعم الاهل، دعم الموجودين حوالي، دعم فنانين لهم دور كبير واثر كبير في حياتي. بدات بالفكره وبدات اجهز فيها، والحمد لله كاول مرسم في مدينه يطا لقى اقبال ما كنت متوقعته. حاليا انا ما اعطي حالي فرصه بالمرسم، يعني حاب اطوره بالعمل، اطور اضيف عليه شغلات. طبعا المرسم لانه بضيف اكثر من شغله. لما اجيت فتحت المرسم دعيت كل الجهات اللي بعرفها، فتكون عندي انه هون الناس صارت تعرفني. من شخص لشخص اخر تطور المرسم. الحفاظ على الزبون، يعني طبيعه الحال، المعامله الحسنه، وجوده المنتج، وجوده المنتج والاشياء الحمد لله اللي بجيبها بتعجبهم. فعن طريقها انه الحمد لله كسبت زباين، ولسه في زباين بتيجي، لسه في ناس ما بتعرف، لكن الحمد لله مع الايام ان شاء الله. المرسم هون بضيف، هو عباره عن رسومات حناء للعرايس والصبايا. في عنا رسومات يدويه، في عنا رسومات شخصيه، اشغال يدويه، في عنا ضفنا طباعه، ضفنا شغلات حفر عن الخشب، رسم على كاسات وصحون ودلات، ميداليات، مسابح، شغلات للبيبي، وأي أشغال يدوية طبعاً بطلبوها زي توزيعات عرائس ما إلى ذلك، كله موجود عندنا. من قلب مدينة يطا نقدم باقة من أجمل نبضات النجاح، في كل نبضة حكاية، مثابرة وتحدي وصمود، لسائل انتصرنا على مرارة الحياة، وحكايتنا اليوم سور.